الأجواء كبيرة جدا اليوم في هذا اللقاء، بعض السحب بعض الغيوم، ربما غير متأكد ما إذا كان هنالك أمطار بعد ذلك ستؤثر على أجواء المباراة، لكن يا إلهي على هذا الحضور الجماهير الرائع، يا إلهي على هذا الجنون في المدرجات، جماهير جاءت من أجل انتماء لناديها وعشقها لناديها وحبها لكرة القدم، وربما تواجه مشكلة مع الأمطار بعد ذلك. يا سلام على هذه الأجواء الغير عادية هنا من ملعب اللقاء، جماهير يمكن القول أنها تصنع الحدث من خلال تواجدها الرائع والكثيف في المدرجات. أوه، شيء لا يمكن وصفه بصراحة. بابي الله على روعة الهدف، كرة ذهبية لا يمكن أن ترفض الهدية. أرسنال بهدف مبكر غير متوقع تنقلب عليهم كل الأمور، كيف يمكن؟ مخالفة واضحة جدا، ركلة حرة يحتسبها الحكم. جرانيت جاكا، تسديدة عالية جدا. متابعة موجودة، ربما كانوا سيتلقون العقاب على هذا الخطأ. تلعب الكرة إلى الأمام، يمر يلعب كرة بينية، مصطفي كرة ملعوبة إلى الأمام بسرعة. إيكاردي، تحرك جميل الدفاعي، يلعبها إيكاردي، احتكاك بدني كبير، التحام قوي بين اللاعبين هنا، تدخل وحكم اللقاء يشير إلى وجود ركلة حرة. نيمار يقف بجوار الكرة، هل يلعبها إلى داخل الـ18؟ كرة رأسية خطيرة، لم يكن محظوظ، الفرصة الخطيرة جدا. كرة إلى الأمام، كرة طولية إلى الأمام، بينية إلى مبابي، كيليان مبابي، إيكاردي، والكرة في الشباك، جول. نهاية جميلة جدا بعد تمريرة بالذهب. النتيجة 2-0، تقدم بهدفين يعني أنهم متحكمين تماما في مجريات اللعب بالطول والعرض، يقدمون أداء مبهرا في مباراة اليوم. يحاول تمريرها من بين المدافعين، يأتي الآن، ماذا بعد؟ دي ماريا مرة أخرى، حارس كبير يثبت أنه حارس كألف. يا لها من كرة، ويا له من تألق، ويا له من حارس مرمى. الله، صاروخية من توريرا، انقاذ غير عادي، حارس غير عادي هذا اليوم، جدار عازل امام المرمى، لقطه غير عاديه وتصدي رائع من الحارس، يبحث عن المهاجم، يتدخل ينهي الهجمه قبل ان تشكل خطرا على فريقه. يبعدونها، يسدد الكره فيراتي،
كرة طويلة للأمام، نقل كرة إلى الأمام، فرصة خطيرة جدا، فرصة سانحة للتسجيل. بابي هدف آخر، مباراة في جانب واحد هذا اليوم، من اتجاه واحد في هذا اللقاء كما نشاهد. وانتهى الشوط الأول. أعتقد أنهم يقدمون أداء مثالي في هذا اليوم بدون أي أخطاء، وأظهروا بالفعل قوة هجومية ودفاعية وتوازن كبير في الملعب. تتواصل المباراة مجدداً أعزائي المشاهدين مع انطلاقة الشوط الثاني.